رئيس الوزراء قرر يوم الثلاث يقابلك، تروح تقابله هناك. قلت له انا اللي اروح له؟ قال لي اه. قلت له انا معتدى عليا واولادي مضروبين واروح اطرق الابواب؟ ده مستحيل، هو عايز يجي يجي. قال لي ما تنساش ان ده رئيس الوزراء. قلت له ما تنساش ان انا رئيس اكبر كنيسه في الشرق الاوسط. احترسوا من ان تقعوا في غضب الله. ربنا يصبر يصبر، ولكن إذا غضب يقول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. أولادنا هؤلاء الذين كان عددهم كبيرا، قيل 24 من القتلى وأكثر من 300 من المصابين، وهذا لم يحدث من قبل. وقد نشر في الصحف أن تقرير الطبيب الشرعي قال إن الثلثين ماتوا بالرصاص والثلث مات مدهوسا بالعربيات، ودمهم ليس رخيصا علينا.